لحد اساينمنت 11 او 12 عن السيكوينشال سيركتس، واتفقنا ان السيكوينشال سيركتس ده جزء من اللوجيك ديزاين المهتم بالدوائر اللي لها شكل من اشكال الميموري. وكان اول دايره اتعاملنا معاها المره اللي فاتت دايره الاس ار لاتش، الاس ار لاتش، وكان كسيمبل يعني سيمبل سيركت خالص، الهدف منها انها تحتفظ ب1 بت اوف داتا، واحد بت كان هنا بتتخزن في الكيو، ده كان الداتا اللي هي موضع الاهتمام من الاخر ان انت تخزن فيها واحد. واي ميموري في الدنيا اتفقنا انت عايز تعمل لها ديزاين لازم تضمن لك ثلاث حاجات، تضمن لك انك تقدر تخزن واحد وقت ما تحب، تضمن لك انك تقدر تخزن صفر وقت ما تحب، بين قوسين تمسح الداتا يعني تعمل لها ريسيت، وتضمن لك ان انت لما تحب لا تخزن واحد ولا تخزن صفر، او بمعنى ادق انك تحافظ على اخر قيمه مخزنه تفضل القيمه ديت مخزنه. ده اي ميموري هتعمل لها ديزاين لازم تضمن لك ايه الثلاث حاجات دول. طيب كان طريقه بقى التخزين بتختلف من ميموري للتانية، اسلوب الايه العمل بتاعها بيختلف. فكان الاس ار لاتش ده لو تفتكروا من المره اللي فاتت الاس دي بترمز لست، والار دي كانت بترمز لري ست. فاكرين ست دي كان دلالتها ايه؟ لما اشوف ست قيمتها واحد افهم ايه؟ افهم اني عايز اخزن واحد في الايه في الكيو، اخزن واحد في الداتا بتاعتي من الاخر. والري ست كانت لما تبقى بواحد افهم ايه؟ اني عايز امسح الايه الكيو، عايز اخليها بصفر. طيب عشان اخزن واحد في الكيو كنت بدي امر بالست، بفعل امر الست وبلغي تفعيل امر الريست، فهنا يفهم ان هو ان انت عايز تعمل ست للديتا فيروح يخزن واحد في الديتا. طيب لو انا لغيت تفعيل امر الست بان انا اديله صفر وفعلت امر الريست يبقى كده انا عايز امسح الديتا، وفي الحاله ديت هيطلع المتخزن في الداتا ايه صفر. من الاخر همسح الداتا الموجوده ايا كانت هي ايه واحط مكانها صفر. طيب انا رحت جاي بقى الست مديها صفر والريست مديها صفر، يعني دخلت صفر على الست ودخلت صفر على الريست، كان بيبقى معناها ايه؟ اني لا عايز اعمل ست للداتا ولا عايز اعمل لها ريست. امال عايز تعمل ايه لو مش هست الداتا ومش هريست الداتا؟ احتفظ باللاست ستيت، وبالتالي في الحاله دي ايا كان اللي موجود هنا هيفضل زي ما هو. طيب كان في عاده اوت بوت ثاني او ستيت فاليو ثانيه موجوده في الاس ار لاتش كنا بنسميها عاده ايه؟ كيو ان. واتفقنا ان في الوضع الطبيعي ان الكيو ان ديت قيمتها الفاليو بتاعتها بتبقى معكوس كيو. طيب ده كان شغل الايه المره اللي فاتت، وخدنا فاريانت ثاني او نوع ثاني من الاس ار لاتش اللي هو كنا بنسميه احيانا اس لو ار لو لاتش، وكان الاختلاف بتاعه في الدياجرام بس ان احنا الست بتاعه اكتف لو، فيعني ممكن نحطه كده ادي الاس والار والاوتبوت بتاعه برضو او الستيت بتاعته اللي هي الكيو ديت احيانا بنسميها اس شرطه لو وديت ار شرطه لو. كان السبب في التسميه ديت ايه لو فاكرين؟ حرف ال اللي بينضاف زياده دوت يعني الداش او المعكوس، يعني بمعنى ادق لو عايز تفعل امر الست انك تخزن واحد لما تيجي تفعله فعل صفر، شغله اكتيفيت الامر دوت بايه؟ بالصفر، يعني الصفر بقى هو اللي بيفعل الامر. طيب يعني لو عايز افعل امر الست ان انا اخزن واحد في الكيو بحط صفر على الست واحط واحد على الري ست، بالتالي يروح مخزن واحد في الكيو. انا عايز امسح الداتا اللي في الكيو على امر الري ست وبلغي تفعيل امر الست، وبالتالي لو انا عايز اريست بيبقى في الحاله ديت الداتا المفروض اللي بيحصل فيها انها بتبقى بصفر. طيب لو انا لا عايز افعل امر الست ولا عايز افعل امر الريست في حاله الايه الاس ال ار ال لاتش كنت بعمل ايه؟ عايز الغي الامرين، احط واحد وواحد، يبقى احط واحد وواحد معناها ايه؟ واحد في الاكتف لو يا جماعه، واحد ما بيفعلش الامر بيدي اكتيفيت الامر، هنا الامر بتاعنا كان ست وبالتالي انا مش هست الداتا مش هريست الداتا، وبالتالي ايا كان الحاجه اللي موجوده هنا هتفضل زي ما هي. ده كان بالنسبة للاس ار لاتش، وطبعا اتكلمنا بالتفصيل عن المكونات الداخلية للاتنين، ده بيتكون من ايه وده بيتكون من ايه، وعملنا الايه البريزنت ستيت تيبل والكلام بتاع ده كله والتايمنج تشارت. طيب في حاجات تانية بدائل للاس ار لاتش، في بدائل للاس ار لاتش في حاجة اسمها الدي لاتش. ايه الدي لاتش دوت؟ ادي الكيو وادي الكيو ان. الدي لاتش ده كان ابسط كتير، ابسط كتير جدا من الاس ار لاتش، كان في انيبل كده داخل عليه وفي انبوت اللي هو الدي. دي اختصار لايه؟ الداتا، الداتا اللي انت حابب تخزنها او مش حابب تخزنها في الايه؟ في اللاتش بتاعك. اللاتش ده اللي هو ايه؟ الميموري اللي احنا بنتعامل معاه.
طيب الداتا بتاعتي لو انا عايز واحد كنت بعمل ايه؟ اسلوب العمل بتاعه ازاي؟ ان انا بحط واحد على الدي وبفعل الانيبل، بحط واحد على الدي وافعل الانيبل، وبالتالي هنا بقول له ايه؟ بقول له عايزك الانيبل لما افعله تنفذ وظيفه التخزين. دول السيفد داتا، دول اللي هم الداتا المتخزنين في الذاكره، دول الانبوتس اللي داخلين على الايه الميموري بتاعتي. طيب لو انا حطيت على الانيبل هنا واحد وعلى الدي هنا صفر، ايه اللي هيحصل؟ الكيو هتبقى والكيو ان طبعا عكسها هتبقى بايه؟ بواحد. طيب ده بالنسبه لايه؟ للدي لاتش. طيب في بقى بديل لللاتشز عموما بيعمل بكونسبت شبيه بيهم برضه، هو وان بيت اوف داتا اسمه الفليب فلوب. فليب فلوب الفرق الرئيسي ما بينه وما بين اللاتش الفليب فلوب انه بيشتغل بكلوك، يعني السينك بتاعه بيحصل على كلوك. طيب لو احنا جينا استخدمنا الدي فليب فلوب كاكزامبل على الفليب فلوب، هو فليب فلوب بسيط جدا، وادي الكيو بتاعته وادي الكيو ان بتاعتنا. كان لو قارنا ما بين الاثنين اللي تحت الدي لاتش والدي فليب فلوب، الفرق ما بينهم لو ركزت يعني هتلاقي ان الفرق مفيش فرق غير في الايه طريقه التفعيل بس. ده لما كنت تحب تخزن حاجه كنت بتحط على الانيبل بتاعك واحد. طب دوت لما احب انا اخزن حاجه ادي له امر التخزين، تفتكروا هعمل ايه؟ الفرق ما بين دوت ده كنت بدي له واحد، لما احب اخد القيمه اللي على الداتا اخزنها هنا. طيب دوت مفيش انيبل بواحد هنا، في علامه كده لو تفتكروا كنا قلنا دلالتها ايه العلامه دي؟ لا مش هاي ولو، العلامه دي كلوك. يعني ايه؟ يعني على الارتفاع، صح، يعني على الرايزنج ايدج، يعني لما تيجي يحصل تغير عندك من الصفر للواحد ده في الكلوك بتاعتك في الوقت ده، وفي الوقت ده بس لحظه الترانزيشن ما يتم من الصفر للواحد هيروح رايح واخد الداتا ايا كانت قيمتها ايه ويروح حاططها في الكيو، ففي اللحظه ديت بس، اللحظه ديت بس هي اللي هيتم فيها التخزين. طيب يعني لو كان في هنا صفر هتروح تخزن هنا صفر، لو كان في هنا واحد هتروح تخزن هنا واحد. طيب كويس، طبعا الكيو دايما عكس الكيو زي ما احنا متفقين من قبل كده. طيب لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس الداتا اللي كانت عندي كانت سوري الكلوك اللي كان عندي كان ثابت عند واحد، الكلوك كان ثابت عند الهاي كده، وانا رحت جاي مدخل على الدي قيمه مقدارها صفر، وكانت الكيو في البداية ساعة ما عملت كده كانت الكيو مقدارها واحد. السؤال بقى بعد ما يحصل الدخل ده ما يأثر في الايه؟ في الخارج. تفتكر الداتا اللي داخلة ديت اللي هي بصفر هتتخزن في الكيو ولا الكيو هتفضل زي ما هي؟ ها؟ زي ما هي. ليه زي ما هي؟ ما احنا اتفقنا ده ما بيشتغلش بالهاي، ده بيشتغل بايه؟ بالترانزيشن من لو لهاي. تمام، الكلوك دي بتشتغل بالترانزيشن من لو لهاي، بيسموها الايه الرايزنج ايدج، وبالتالي اي حاجه بخلاف الرايزنج ايدج هو مش هياثر على الستيت بتاعتك على الكيو بتاعتك. طيب يبقى بالتالي دي الحاله الوحيده اللي هياخد الداتا اللي هنا ويروح رايح شايل القديم وحاطط مكانه الداتا اللي اسمه الدي فليب فلوب. الدي فليب فلوب ده كان له معادله بتعبر عن عمله، المعادلة بتاعته بتقول له ايه؟ الكيو المستقبلية، الكيو في الخطوة اللي جاية، بين قوسين يعني الكيو بعد ما يجيلي الكلوك. طيب الكيو في الخطوة المستقبلية يا جماعة بتعتمد على ايه؟ الكيو اللي هتتسيب أول ما تجيلي الكلوك بتعتمد على مين؟ على الدي، يبقى أيا كانت القيمة اللي على الدي روح خدها وحطها جوه الكيو، وبالتالي الكيو المستقبلية هي الدي، مفيش مع حاجة أبسط من كده، الكيو ستار ديت او ديت معناها المستقبلي يعني كيو نيكست يعني، وعاده في ناس برضو بتحب تعبر عنها كده كيو تي زائد تاو، في ناس بتكتبها كده برضو ومراجع بتكتبها كده عادي مفيش مشاكل، كل دول نفس الدلاله ونفس المعادله للدي فليب فلوب. عايزك برضو يبقى عندك ايه الكونسبت بتاع الموضوع، يعني لو انا جبت لك اي سي انت لسه ما تعرفوش سواء ايه فليب فلوب او اس ار لاتش، اي سي مثلا عامل كده وانت جيت يا باشمهندس لقيت الاي سي دوت وليكن حاجه عامله كده،
وجيت بقول لك خمن، عايزك تجس يعني، مش هقول لك اسم الاي سي ده حتى ايه او اذا كان موجود او لا. تفتكر الاوبريشن بتاعت الاي سي ده لما احب ان انا اعمل ست للداتا تفتكر ممكن يشتغل ازاي؟ ها فكر خمن. ها انا عايز اخزن واحد في الكيو، اديني حل اعمل ايه؟ حط الاس بصفر وحط الار بواحد، ده حل، وده حل على فكره فاليد، حل صحيح تمام، هيروح مخزن واحد صح. طيب هل في طريقه تانية؟ طريق بديل؟ حط الديب واحد وادي الكلوك صح، ادي له كلوك رايزنج ايدج كده تمام، هيروح مخزن لك واحد، يبقى دول اتنين باث. اللي هيبقى انت بس محتاج تختبره ايه؟ مين له الاولويه على مين؟ يعني لما ادي كلوك وفي هنا واحد، وليكن لو كانت دي معكوسه بقى واحد وصفر، هيروح يسمع كلام الامر اللي بيقول له دي ست وخزن صفر، ولا هيروح يسمع كلام بتاع الدي؟ دي طبعا هتشوفها في الداتا شيت، بس عاده في الايسات اللي انا اشتغلت معاها اللي شبه المنظر ده كانت بتبقى الاولويه لمين؟ للست والريست على الكلوك والدي، لكن تتشك عليها برضو ده من حيث الايه الكونسبت. يبقى انت من الاخر هم شويه رموز، مجرد ما فهمتهم بتقدر تفهم الدايره ماشي ازاي. طيب عشان نعيد بسرعه اللي احنا عايزين نطلع بيه من المعلومات ديت، احنا عايزين نطلع بان الفليب فلوب الفرق الجوهري ما بينه وما بين اللاتش هي الكلوك. والكلوك هم ليه يا جماعه؟ لان اغلب الشغل عندنا في الاجهزه والكمبيوترات شغال لما بتيجي تعمل سينك تزامن اكتر من عمليه مع بعض بيبقى عن طريق الكلوك بتاعتك. حتى ساعتك لما بتروح تشتري كمبيوتر تقول له انا عايز بروسيسور مثلا 2.4 جيجا هرتز، ايه 2.4 جيجا هرتز؟ ده الكلوك بتاع البروسيسور، او 3 جيجا هرتز، ده كل ما زاد سرعته يعني بيخلي الاداء احسن مع عوامل تانية طبعا. وبالتالي الكلوك عامل مهم في ايه؟ في معظم الاجهزه اللي بنشتغل عليها، وكونسبت هيتكرر معانا بعد كده ان شاء الله قدام كتير. طيب يبقى احنا كده معانا الدي فليب فلوب، واتفقنا ان هو وحده بناء اي ذاكره من النوع ده هو انت عايز تعملها بتستخدم الكلوك، وبيقدر يخزن 1 بت اوف داتا. الداتا بتتخزن في الكيو، والكيو ان عاده ما بيكون معكوسها، والمعادله اللي احنا هنيجي نستخدمها سواء في الديزاين او في الشغل بتاعنا ان دي الكيو نيكست بيساوي الدي. طيب في نوع تاني من الفليب فلوبس اسمه التي فليب فلوب. التي فليب فلوب دهوت المعادله بتاعته مختلفه شويه، وما دام قلت فليب فلوب يبقى مباشره في كلوك، وطبعا في هنا ايه كيو ان دي خلاص مفروغ منها. طيب ادي الكلوك بتاعتي، هنقول نفترض انها رايزنج ايدج كده. التي فليب فلوب المعادله بتاعته ايه؟ انا هكتبها لكم وانتوا ايه تخمنوا البتاع ده هيشتغل ازاي. ادي تي اكس اور الكيو. تفتكر اداء سيل زي ديت، ميموري سيل زي ديت ممكن يشتغل ازاي لما ادي الامر للكلوك بانها تعمل رايزنج ايدج؟ تفتكر ايه القيمه اللي هتبقى مخزنه في الكيو بعد ما الامر ده يجي؟ على حسب ايه بقى؟ بتعتمد على مين؟ بتعتمد على التي مبدئيا، ها، وبتعتمد على ايه؟ وبتعتمد على الكيو كمان اللي موجوده دلوقتي. القيمه اللي موجوده دلوقتي مع القيمه اللي داخله لك على التي الاثنين مع بعض هيتحكموا في مين؟ في القيمه اللي داخله جديد. هندي مثال، وليكن انا مخزن في الميموري بتاعتي واحد، ورحت مدخل ليك في الانبوت هنا صفر، ورحت جاي مدي الايه؟ الكلوك. الكيو المستقبليه هتبقى بكام؟ هتبقى اكس اور ما بين الصفر والواحد، اللي هي هتبقى بايه؟ يعني الخطوه اللي جايه هتروح برضو لانك تبقى مخزن واحد، رحت جاي ايه؟ مغير التي لخليها واحد، ورحت مدي كلوكايه جديده، ها؟ واحد اكس اور واحد، ها؟ هروح لايه؟ هروح للصفر، وبالتالي القيمه اللي انا رايح لها النكست ستيت، القيمه اللي هخزنها جديد في الميموري بتتغير بتغير الانبوت. طب انا دلوقتي صفر تمام؟ ودخلت واحد تاني، ورحت مدي الكلوك، ها، واحد اكس اور صفر، هيروح لفين؟ واحد. فهمنا يا جماعه؟ يبقى قيمتي المخزنه حاليا في اللحظه الحاليه مع القيمه اللي داخله عليا انبوت، الاثنين مع بعض بيتحكموا في القيمه اللي انا هروح لها. بتدينا الايه؟ المعادله بتاعه النكست ستيت، وبتقدر يعني تفهمني البلوك دوت هيشتغل ازاي. طيب بعد كده، بعد ما فهمنا اداء الدي فليب فلوب والتي فليب فلوب، نقدر نخش على بروبلم رقم 2. بروبلم رقم 2 لو بصيت عليها كده في الاساينمنت هنرسمها طبعا دلوقتي. دي فليب فلوب اول حاجه المفترض ان عينك بتقع عليها نوع الفليب فلوبس اللي في المعادله، ومديك شويه انبوتس ليها. خلينا نرسمها كده ونشوف هنتعامل مع بروبلم زي ديت ازاي.
ديت المساله اللي هو جايبها لنا عندنا يا جماعه. خلينا نقرا السؤال كده ونفهم هو عايز ايه من المساله ديت. بيقول لك consider the circuit shown below where W and X are the inputs and F is the output. ركز مع F ده عشان لسه اول مره يعني مر علينا حاجه شبه F ده. The 2D flip flops share the same clock. دلوقتي المفروض ان الاثنين فليب فلوب دول عليهم نفس الكلوك، وهو قايل لك ان في انبوتس جايه من بره اللي هم ال W وال X وهيأثروا على الكلوك بتاعتي. لو نفتكر زمان خالص لما كنا او المره اللي فاتت لما كنا بنرسم ونرسم الستيت تايمنج دايجرام، وكنا بنقول ان انا عندي قيم مخزنه في الميموري. القيم المخزنه في الميموري كنت بحطها جوه الدايره لو تفتكروا، والانبوتس كنت بحطها على السهم، صح؟ طيب هحط مين جوه الدايره دلوقتي؟ مين القيم المخزنه جوه الدايره حاليا؟ لو فكرت ان الدبليو والاكس كده انت بتعمل غلطه كبيره. ليه؟ مين القيمه اللي جوه الميموري دي لما تيجي تجاوب عليها تروح للميموري، تروح لوحده ذاكره التخزين بتاعتك. مين القيمه المخزنه؟ القيم المخزنه اللي هي الكيو والكيو نوت بار والكيو الثانيه ديت والكيو بار بتاعتها، يعني ديت كيو 1 يبقى كيو 1 وكيو 1 بار، صح؟ مش دي القيم المخزنه جوه الميموري؟ هي دي اللي تمثل الستيت بتاعتي. طيب خلينا نعمل فرضيه، بما ان دايما الكيو نوت بار عكس الكيو نوت والكيو 1 عكس الكيو 1 بار، يبقى احنا ايه من الاخر الداتا الفعليه هي الداتا الموجوده في الكيو نود والايه والكيو 1، مش كده؟ صح؟ طيب يعني الداتا الفعليه بتاعتي اللي هي الكيو 1 والكيو نود، الداتا اللي ما فيهاش اي تكرار يعني، والانبوت اللي جاي لي من بره هو ال W وال X. لازم تبقى فاهم واضح في ذهنك شويه وظيفه كل جزء عشان ما تتلخبطش. الانبوت ده اللي جاي لي من بره بيتحكم في الميموري، بينقل لي من حاله لحاله من ستيت لستيت. الكيو 1 والكيو نود او الحاجه المتخزنه في الميموري دول الستيت فاريبلز. ايه الستيت فاريبلز دول؟ دول القيم المخزنه في الذاكره بتاعتك. طيب امال الاوتبوت اللي اسمه اف ده يا باشمهندسين بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الكيو 1 والكيو نود ولا بيعتمد عليهم كلهم مع بعض ولا بيعتمد على ايه؟ اف لو بصيت عليه هتلاقي اور جيت ما بين الكيو 1 والكيو نود بار. يعني من الاخر لو عرفت معلومات ايه تقدر تطلع الاف. طيب الكيو 1 والكيو نود لو عرفت قيمتهم، لو انا قلت لك الكيو 1 مثلا سايب صفر والكيو نود بواحد، تقدر تعوض في المعادله بتاعت الاف وتجيب لي الايه القيمه بتاعتها. يعني اف ديبندنت معتمده على قيمه الكيو 1 والكيو نود، صح؟ فولي ديبندنت، يعني مفيش اي حاجه ثانيه هتخش. يعني من الاخر قيمه الاوتبوت معتمده تماما على قيمه الستيت فاريبلز، على القيم المخزنه في الميموري دلوقتي. طيب هو كان في احتمال اصلا لحاجه زي غير كده يا باشمهندس؟ كان في احتمال، كان في احتمال اللي يكون وليكن داخل معايا انبوت ثاني اسمه دبليو. في الحاله ديت كنت عشان تجاوب لي قيمه دبليو بكام كان لازم تعرف معلومات ايه؟ الدبليو والكيو 1 والكيو نود، او بصوره اعم كان لازم تبقى عارف الستيت فاريبلز وتكون عارف الانبوتس معاك. الانبوتس شامله ايه؟ الدبليو. طيب دوت نمط في التصميم ونمط في الشغل، ان يخلي الاوتبوت معتمد على الفاريبلز بتوع الستيت بس، او انك تخليهم مع الفاريبلز بتوع الستيت مع الانبوت. طيب لو كان الاوتبوت بتاعك معتمد على الستيت فاريبلز بس، بنحطه جوه الدايره معاهم كده، يعني نقول ان الدايره ديت الاف مرتبطه بس بالقيم اللي جواها. اما لو انا كانت الاف مرتبطه بالقيم اللي جوه الدايره اللي هي الستيت فاريبلز مع الانبوتس اللي داخله معايا، كنت بحطها معاهم على السهم كده عشان افهم الشخص اللي بيتعامل مع الستيت ترانزيشن دايجرام ده ان الاف عشان تقدر تحسبها كويس، تقدر تجيب معادلتها او وتفر تتعامل معاها، لازم تكون عارف الانبوتس ولازم تكون عارف الستيت فاريبلز. لكن في حالتنا هنا الاف ديبندنت بس على الستيت فاريبلز. النمط ده من التصميم بيستخدم في نوع من الديزاين اسمه المور موديل، هنجي له بالتفصيل المره الجايه، احنا عايزين بس نعرف الاسم المره دي. والنوع الثاني من التصميم ان الاوتبوت يكون معتمد على الانبوتس مع الستيت، في نوع ثاني من التصميم اسمه الميلي موديل، ودوت هنستخدمه المره الجايه بالتفصيل في مسائل الديزاين بتاعتنا. بس للعلم بالشيء نعرفها دلوقتي عشان لما نذكرها المره الجايه نبقى الناس فاكراها. حد سال على حاجه؟ اتشرف المحاضره، بس احنا بنتكلم على السكشن دلوقتي، السكشن في السكشن الجاي، تمام؟ طيب ده بالنسبه للايه للشغل بتاعنا في المساله دي. طيب دلوقتي لما نيجي نتكلم على الانبوت اللي داخل للفليب فلوبس، المعادلات بتاعه اللي هتنطبق على الفليب فلوب دوت واللي هتنطبق على الفليب فلوب دوت، انا ايه المعلومات اللي انا عارفها عن اداء الدايره بتاعه الدي فليب فلوب دوت؟ ان النكست ستيت الكيو نكست بتساوي
الانبوت اللي داخل على الدي ايا كان الانبوت دوت ايه صح؟ طيب هو الانبوت اللي داخل على الدي هنا يا جماعه قيمته بكام؟ تقدرش بقى تجيبه صح؟ لازم عشان تظبط وتجيب الانبوت دوت لازم تكون عارف مين الاختصار بتاع ديت كلها. طيب وديت مسائل اختصارها دي احنا كنا بنعملها في اساينمنت 4 واساينمنت 3، هنمشي بالقواعد لحد ما نطلع قيمه الدي نود. طيب كانت طلعت معانا قيمه الدي نود، طبعا انا طلبتوها في السكشن الثاني من الناس ريبورت، يعني هقول الريبورت اختياري بس يا رب الناس تعمله انها توريني الاختصار ده، هصورها لكم على فكره، مش يعني مش هبخل بيها عليكم، بس بتكلم ان انت لازم تدرب ايدك في الاختصارات دي، لان الاختصارات دي لو غلطت غلطه بتسمع في المساله بعد كده. طيب الدي نود بتاعتنا كانت طلعت قيمتها ب دبليو كيو 1 بار بلس دبليو بار كيو 1 بلس كيو نود بار اكس بار، دي كانت قيمه الدي نود. والدي 1 بعد الاختصار والكلام ده كله كانت طلعت قيمتها ب دبليو بار كيو 1 بار في كيو نود. دول القيم اللي بينتجوا عن اختصار الايه الجزء ده، وديت القيمه اللي بتنتج عن اختصار الجزء دوت. طيب نشوف المطلوب مننا كده بيقول لك ايه. write down the next state equations and the output logic of the function. النكست ستيت ايكويشن هتبقى بتاعتنا ايه؟ الكيو نود نكست بتساوي الدي نود صح؟ طب ما هنحط الايه؟ نحط الكيو نود نكست هنا بيساوي الدي نود، ونفس الكلام هنا الكيو 1 نكست بيساوي الدي 1، وده كان اللوجيك بتاعها. بس قايل لك كمان اند اف ذا اوتبوت اوف ذا تو دي. طيب ماشي، ده كان في المعطيات بتاعتك بيقول لك ذا اوتبوت لوجيك اللي هي الاف. الاف المعادله بتاعتها هتبقى ايه يا جماعه؟ المعادله بتاعت الاف كيو نود بار ها بلس لا اور بلس كيو 1 تمام. ديت المعادله بتاعت الايه الفانكشن بتاعت الخارج. طيب عشان الناس الجزء ده ما يبقاش صعب معاه، هفكركم بالمثال اللي كنا قلناه المره اللي فاتت بتاع الكمبيوتر، وايه اللفه دي كلها وعايز يوصل لايه من الكلام ده كله. بص يا هندسه، احنا النوع ده من الدوائر كان ليه افضليه مهمه جدا عن الكومبيناشنال سيركتس اللي اتعاملنا معاها قبل كده. لو تلاحظوا الجزء ده كله زي اللي احنا اتعاملنا معاه زمان، اساينمنت 4 واساينمنت 3 زي كده. ميزه الكومبيناشنال ايه، او يعني القصور اصلا عن السيكوينشال، ان ما فيهوش ذاكره، ان الخارج بتاعك عند نقطه هنا معتمد على الانبوتس اللي داخل في نفس اللحظه وشكرا انتهى الموضوع على كده. امال دوت الخارج بتاعه معتمد على ايه؟ لا ده معتمد على الانبوت بتاعك ومعتمد على الستيت فاليو، على الحاله اللي انت فيها. السيستم الاخر له ذاكره، يعني بيقدر يخزن الوضع اللي انت فيه. لذلك لما كنت بقول لك في مثال الكمبيوتر مثلا، لما تدوس على مسطره الانبوت اللي داخل المسطره، بس هل بالضروره ان اداء المسطره ديت او انعكاس المسطره على الخارج اللي ظاهر لك على الشاشه هو نفسه في كل الاحوال؟ لا طبعا. لو انت مشغل قلت لك فيديو مثلا، ممكن المسطره دي تعمل بوز او ريزيوم على حسب البرنامج اللي انت شغال عليه. لو انت مشغل مثلا وورد او دوكيمنت او حاجه زي كده، المسطره هتعمل سبيس. يبقى من الاخر على حسب الستيت اللي في الميموري، الميموري مشغله ايه، ايه اللي جواها، هيطلع لك اوتبوت ديبندنت على الستيت اللي انت فيها مع كل انبوت. تمام كده يا جماعه، ده المقصود بالكلام. طبعا الموضوع في الكمبيوتر معقد عن كده يعني، بس ده ايه اقرب حاجه احنا بايه بنتعامل معاها بايدينا. طيب يبقى احنا دلوقتي الاوتبوت اللي هو اف ديبندنت على الستيت فاريبلز، على القيم اللي ايه بتاعتنا، وطلعنا المعادله بتاعته اللي هي اف بيساوي كيو نوت بار بلس كيو 1. بيقول لك ايه؟ بيقول لك كونستراكت ذا بريزنت ستيت نيكست ستيت اوتبوت تيبل. حد عنده تخمين البريزنت ستيت نيكست ستيت اوتبوت تيبل ده هيبقى عامل ازاي؟ المفروض ايه المعلومه اللي يضيفها لي يعني؟ احنا عملنا واحد شبهه المره اللي فاتت. بريزنت ستيت دي المقصود بيها مين يا جماعه؟ الكيو 1 والكيو نود، الفاليوز اللي موجوده في الميموري دلوقتي دي البريزنت ستيت، البريزنت اللي هي الحاضر يعني، تمام؟ الستيت اللي في الحاضر، القيمه المخزنه في الميموري دلوقتي، الستيت اللي هي الايه؟ الفاريبلز اللي في الميموري، تمام؟ البريزنت ستيت، وكاتب لك اللي هي البي اس يعني بريزنت ستيت، والنكست ستيت الان اس اللي هتبقى موجوده، علاقه البريزنت ستيت بالنكست ستيت، وكمان عايز يشوف شكل الاوتبوت اللي هو اف بتاعك، فالجدول بتاعك هيبقى منظره عامل ازاي؟ هيبقى شبه اللي احنا عملناه. خلينا نسيب المعادله عشان هنحتاجها واحنا بنبني الجدول، ونقدر ايه نستغنى عن الجزء ده، خلاص احنا مرينا عليه.
مين اللي بيمثل البريزنت ستيت يا جماعه؟ مين الفاريبلز اللي بتمثل البريزنت ستيت؟ الكيو نود والكيو واحد، ادي الكيو واحد وادي الكيو نود، دول مع بعض بيمثلوا الايه؟ البي اس او البريزنت ستيت. طيب النكست كيو واحد نكست اللي هي ستار، والكيو نود نكست، صح كده؟ بيمثل نكست ستيت فاريبل. طيب والاوتبوت مين اللي بيمثله؟ شوف مسالتنا ستيت، وده بيمثل. طب حد عنده الانبوت صح؟ اللي هم مين؟ ال W وال X. غريبه مع ان الجدول مشموش بريزنت ستيت انبوت نيكست ستيت انبوت بالظبط كده. ما انا مش هعرف اتنقل من ستيت للثانيه الا بمعلوميه الانبوت. من الاخر الانبوت ده هو اللي على السهم، هو اللي بيحركك من ستيت للثانيه. لو ما عرفتش الانبوت انت معاك البريزنت ستيت، طيب كويس، النكست ستيت ايه بقى؟ ما اعرفش، لازم تقول لي الانبوت ايه مع البريزنت ستيت اقدر اجاوبك انا رايح لانهي نكست ستيت، وبالتالي لازم يكون معايا الانبوت ده الاربعه ستيت بتوعي غطي كل الاحتمالات اللي موجوده عندي. الستيت المخزنه في الميموري لها اربع احتمالات، 0 0 0 1 1 0 1 1. الانبوتس اللي داخله عليها اما تكون 0 0 0 1 1 0 1 1، نفس الكلام هنا اربع احتمالات. صفر واحد صفر واحد واحد صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. ونبتدي بقى نشغل دول ازاي. اول حاجه لو جينا نكتب الكيو واحد نيكست، تفكير الكلاسيك خالص نيكست معاك ليها معادله زي ما كنا بنقول كل مره، بيو والاكس اللي هي 0 و0 والكيو نود والكيو 1 اللي هي 0 و0، وتروح تعوض في المعادله بتاعت الكيو 1 نيكست تطلع قيمه سواء 0 او 1 تروح تحطها هنا. تمام؟ عيب التفكير دوت ايه او المشكله اللي فيه ايه؟ المشكله انه بطيء، بس هتضطر تعوض 16 مره للكيو 1 و16 مره للكيو نود، واحتمالات الخطا فيه شويه كبيره بما انك بتكرر يعني. طيب الحل ايه يعني؟ الحل انك لما تيجي تحسب سواء الكيو 1 نيكست او الكيو نود نيكست انك تروح على الترمز اللي بتحقق انها تكون المعادله بواحد وتحطها في الجدول ده، هيبقى اسرع ليك بكتير. طيب السؤال بقى، امتى الكيو 1 نيكست هتكون بواحد يا جماعه؟ لما ال W بصفر والكيو 1 بصفر والكيو 1 بصفر والكيو نود بواحد. طيب الكيو 1 بصفر الكيو نود بواحد، يبقى معانا احنا دلوقتي في الاربع حالات دول، وكمان ال W بصفر يبقى معانا الحالتين دول اهو. ده الجزء اللي احنا شغالين ايه؟ الحالتين دول اللي يمثلوا ايه يا جماعه؟ الحالات اللي هتكون فيها الكيو 1 نيكست بايه؟ بواحد. المعادله اللي احنا ايه؟ طلعناها ناتج الاختصار. فيما عدا ذلك هيطلع الناتج. طيب الكيو نود نيكست هتبقى بواحد امتى؟ الكيو نود نيكست هتبقى بواحد في الحاله ديت، الحاله اللي هي فيها ايه؟ ال W لما تكون ال W بواحد والكيو واحد بصفر. طب خلينا نمسح ايه التعليمات التظليلات القديمه ديت ونبدا نعمل تظليلات جديده تمثل المعادله بتاعتنا. لما تكون ال W بواحد، فين ال W تكون بواحد؟ هتكون بواحد هنا، وال W هتكون بواحد هنا، وهتكون بواحد هنا، وكمان في نفس الوضع في نفس اللحظه تكون ال Q واحد بصفر. طب ال Q واحد هتكون بصفر فين؟ في اول 8 دول. تمام؟ اول 8 بتوعنا. طيب يبقى في الحاله اللي فيها ال W بواحد وكمان ال Q واحد بصفر هتروح تحط قيمة الكيو نود بكام؟ بواحد، يعني في آخر اتنين هنا وآخر اتنين هنا. طيب بنفس المنطق برضو هنعايزين الحالات اللي فيها الكيو واحد، الحالات اللي فيها الكيو واحد بواحد والكيو والدبليو بصفر. الكيو واحد بواحد فين؟ اللي تحت التمانية اللي تحت دول، والدبليو بصفر، الدبليو بصفر هنا وهنا. طبعا هما هنا وهنا برضو، بس انا مهتم باللي متقاطعين معاها، يعني هاخد اللي قصاد الثمانيه اللي قصادها دول بس، فهاخد ال W بصفر هنا وهنا، مش مهتم بال W بصفر في اللي فوق، خلاص انا حددت نظري على اخر ثمانيه دول بناء على ان الكيو واحد بواحد. واروح نعم
عشان اند، عشان هنا دبليو 1 بصفر اند و في نفس اللحظه الكيو 1 بواحد، اند بتبقى ايه تقاطع و، بقول لك اللوجيك بتاعها و. طيب يبقى دلوقتي الكيو نود بواحد هنا وبواحد هنا بواحد هنا وبواحد هنا. طيب هنا برضو نفس الكلام، الكيو نود بصفر وفي نفس اللحظه الاكس بصفر، الكيو نود بصفر في الاربع احتمالات دول والاربع احتمالات دول، وفي نفس اللحظه الاكس بتاعتك بصفر، الاكس بتاعتك بصفر هنا وهنا وهنا وهنا، صح كده؟ دي الاحتمالات اللي فيها الكيو نود بصفر وكان الاكس بصفر، صح كده؟ دهوت والاحتمال الثالث هنا كده. بقى احنا غطينا الاحتمالات اللي هتكون الكيو نود فيها بكام؟ بواحد. فاضل لنا ايه بقى؟ نغطي بقى الاحتمالات بايه؟ بصفار. طبعا يفضل يعني وانت بتحل النوع ده من المسائل لازم تراجع المعادله كويس قبل ما تبتدي في الجدول، لان اي غلطه في المعادله اكيد هتسمع، واي غلطه في الجدول لسه هتسمع في الخطوه اللي بعدها. فايه ما تقعدش ما تمشيش من المرحله الا ما ايه على الاقل تتشيك مره الجدول بتاعك. طيب الاف، الاف بتهيألي دي اسهل واحده ممكن تتحسب، يعني الاف هتبقى بواحد امتى؟ لما تكون الكيو نود بصفر، في الحالات اللي فيها الكيو نود بصفر، ادي الكيو نود بصفر هنا والكيو نود بصفر هنا، يبقى ادي واحد وادي واحد، والحالات اللي فيها الكيو واحد بواحد اللي هي هنا وهنا، يعني في ده وفي ده، والباقي حطه بايه؟ بصفر. طيب كده يبقى احنا ايه؟ جبنا معادله الاوتبوت اف. من الاخطاء اللي بتبقى واضحه جدا يعني للواحد لما بيجي يبص على النوع ده من المسائل، ان يلاقي سي مثلا واحد عامل حاجه زي كده واحد واحد صفر واحد. خطا زي ده بيبان بسهوله جدا ليه في الاوتبوت في الاف؟ لان هو هنا عمل حاجه غريبه شويه، خلى افترض ان الاوتبوت اللي اسمه اف اتغير مع ثبوت الاستيت. المعادله بتاعتي بتقول لي ان الاف داله في الاستيت اللي هم الكيو واحد والكيو نوت، الكيو واحد والكيو نود ثابتين للاربع مربعات دول، وبالتالي قيمه الاف ايا كانت موحده للاربع مربعات. فانك تيجي وتروح مغير في النص من غير ما تشيك اصلا وراك، من غير ما اشوف انت معوض في ايه وعامل في ايه، لازم هتكون غلطان في المعادله ديت، لازم يطلعوا ناتج واحد سواء صفر او واحد. ليه يا باشمهندس؟ ما انت المعادله بتاعت الاف داله في الكيو واحد والكيو نود، يعني ستيت فاريبلز، والستيت فاريبلز في اول اربع مربعات ثابتين بصفر وصفر، وبالتالي لازم تطلع الناتج بواحد. طيب كان امتى يا جماعه ممكن يكون حلك ده صح؟ في انهي حاله؟ ايه؟ لو المعادله بتاعتك فيها ايه؟ لو فيها انبوت، لو فيها لو داخل معاك انبوت دبليو اكس، كان ممكن اتفهم ان قيمه الانبوت بتاعتك اثرت على الخارج اللي اسمه اف، وبالتالي اختلف من حاله للثانيه. انما بما انك المعادله داله في الاربعه دول، في الاثنين دول، والاثنين دول ثابتين في الاربع صفوف، وبالتالي الاوتبوت لازم يكون ثابت، ما ينفعش انه يتغير. فعاده ايه ممكن نحطها ايه واحد كبير كده للاربع احتمالات وخلاص. طيب بعد كده بيقول لك ستيت ترانزيشن دايجرام، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت وكل مره، الستيت ترانزيشن دايجرام والبريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل وجهين لعمله واحده، بيقولوا نفس المعلومات بس بيقولوها بايه؟ بطرق مختلفه، واحد فيجوال اكتر من الثاني، ويمكن اسهل شويه في القرايه من الثاني. طيب لما نيجي نعمل بريزنت ستيت، مجرد ما عملت الكي في رايي يعني اول ما بتعمل الكي بتاعه انت يعتبر حليته، طالما انت ايه مركز مع شغلك. طيب الكي بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ الستيت فاريبلز دايما دايما في اي موديل في اي حاجه، الستيت فاريبلز القيم المخزنه في الميموري جوه الدايره، تمام؟ ديت الداتا اللي انا مخزنها، هحط هنا ايه الداتا اسميها ايه هنا؟ هو مسميها كيو 1 وكيو نود. الانبوتس اللي داخله عندي ايه؟ اللي بتتحكم في السيستم ال W وال X، مش كده يا جماعه؟ طيب الاوتبوت اللي اسمه F ديبندنت على مين؟ في المعادله بتاعته او في الرسمه كي 1 والكي نود، يعني ديبندنت على الستيت فاريبلز، على الستيت يعني، تمام؟ يبقى يتحط جوه الدايره. طيب لما اجي ارسم كام دايره؟ والله عدد الدوائر هو عدد الستيتس المحتمله. طب عدد الستيتس المحتمله كام ستيت؟ اربعه ستيت. ليه؟ ما هو كي 1 وكي نود دول 2 بت، 2 بت يعني يعملوا لي أربعة ستيت اللي هم 0 0 0 1 1 0 1 1 1، تمام؟ كده يبقى احنا ايه؟ عملنا الستيت فاريبلز. ناخد الايه؟ الاوتبوت بتاع كل واحد فيهم. 0 0 الاوتبوت بتاعها كان كام؟ كان 1. 0 1 الاوتبوت بتاعها
صفر واحد واحد الاوتبوت بتاعها واحد وواحد صفر الاوتبوت بتاعها كان واحد. طيب الترانزيشن بقى هو ده اخر حاجه يعني ايه هبص عليها الانبوتس من الاخر. لما بيجي لي انبوت دبليو اكس بروح فين؟ فامسك ستيت بص عليه. لو انا في الستيت اللي اسمها 00 وجالي انبوت دبليو اكس اسمه 00 هروح فين يا جماعه؟ هروح لل 01. يبقى لو جالي انبوت 0 و0 هروح لل 01. طيب لو جالي انبوت 0 1 هروح لفين؟ يعني هيروح لنفسه يعني تمام. لو جاله انبوت 0 1. طيب لو جالي انبوت 1 0 هيروح لفين؟ لو جالي انبوت 1 0 هروح ل 0 1. طيب لو جالي انبوت 1 1 هروح لايه؟ ل 0 1 برضه. طيب يبقى احنا كده عملنا الانبوت فاريبلز بتوعنا. طيب اللي بعده لو انا عند الستيت اللي اسمها 0 1 وجالي انبوت 0 0 انا عند الستيت اللي اسمها 0 1 وجالي انبوت 0 0 هروح لفين؟ ل 1 0. لو عند 0 1 وجالي انبوت 0 1 هروح لفين؟ ل 1 ل 1 1. لو انا عند 0 1 وجالي انبوت 0 1 هروح لايه؟ ل 1 0 ل 1 0. طيب لو انا عند 0 1 وجالي انبوت 1 0 هيروح لمين؟ وجالي انبوت 1 0 هروح لنفسي. وكذلك لو جالي انبوت 1 1 برضه هيروح لايه؟ لنفسه. لو جالي انبوت دبليو اكس قيمتهم 1 1 هروح ل 0 1 اللي هي نفسها نفس الستيت. طيب كده يبقى انا غطيت الحالات بتاعه الانبوت للستيت اللي اسمها 0 1. نفس الكلام هروح الستيت اللي اسمها 1 و0 لو جالها انبوت 0 و0 هروح فين؟ هروح ل 0 1. طيب لو جالي انبوت 0 و1 هروح لفين؟ ل 0 1 برضه. لو جالي انبوت 1 و0 هروح لفين؟ ل 0 1 برضه. لو جالي انبوت 1 و1 هروح لفين؟ هروح ل 0 0. لو جالي انبوت 1 1 هروح ل 0 0. انا مجرد بنقل الجدول يا جماعه مفيش اي حاجه، انا بشوف الستيت اللي انا فيها ايه، الانبوت اللي داخل عليها ايه، ودي الستيت اللي انا رايح عليها. لو انا عند 1 1 وجاي لي انبوت 0 0 هروح للستيت اللي اسمها 0 1. ولو جالي انبوت 0 1 هروح برده للستيت اللي اسمها 0 1. لو جالي انبوت 1 0 او 1 1 في الحالتين هروح للستيت اللي اسمها 0 0. لو جالي انبوت 1 0 او 1 1 في الحالتين هروح للستيت اللي اسمها 0 0. كده يبقى احنا ايه عملنا كل الاحتمالات بتاعه الجدول وعملنا ده اللي اسمه ستيت ترانزيشن دايجرام او اس تي دي. كده يبقى احنا غطيناه. عاده ما بنكتفيش بان احنا نرص الانبوت زي كده بحكم انها بتبقى شويه صعبه في القرايه يعني. فبنعمل ايه؟ لو انا جيت مثلا لانبوتس زي دول يا جماعه وعايز اختصرهم اضمهم مع بعض، هما اتنين انبوت. فلما نيجي نختصرهم فاكرين من المره اللي فاتت الثابت هنا اللي ثابت واحد على الشمال انزلها زي ما هي، والمتغير اللي هو على اليمين بحطه بدي، فاقدر اشيل ده كله واحط ايه؟ احط واحد دي. نفس الكلام هنا وليكن هضم اول اثنين دول مع بعض فيبقى الاختصار بتاع اول اثنين ايه؟ دي زيرو صح كده، والواحد واحد هتنزل زي ما هي ونطير ايه؟ باقي الترمات كده شويه شكل الرسمه بيبقى احسن. طيب صفر وصفر وصفر واحد هتختصر تبقى ايه؟ 0 دي. لو انت متشكك في حالك او خايف لا تغلط ممكن بعد ما اختصرتها تفكها تاني. فكها ازاي؟ انك تاخد الدي مره بواحد وانك تاخد الدي مره بصفر وتنزل زي ما هو، يبقى دي هتتفك الواحد صفر والصفر صفر. فعلا هي كانت بواحد صفر وايه؟ وصفر صفر. ده لو انت شكيت انك عملت الموضوع صح يعني. طيب نفس الكلام هنا واحد صفر واحد واحد تتفك لايه؟ لواحد دي. هنا واحد صفر وصفر صفر هتختصر لإيه؟ واحد صفر وصفر صفر تختصر لدي صفر، دي صفر وصفر واحد. هنا صفر صفر وصفر واحد تختصر لزيرو دي. في أي حاجة تانية؟ تمام. هقول لك ليه لازم دلوقتي أنت لما بتبقى رسمة زي ديت، هي الرسمة ديت فيها أربعة ستيت. تخيل معايا الرسمة دي لما يبقى فيها تمانية ستيت مثلا، فرضا في بعض الرسومات ممكن توصل ل 16 ستيت. لما بتبقى العمليه كبيره كده وانت عمال طالع انبوت من هنا وطالع انبوت من هنا، لو انت مش مظبط ومنظم كويس الحاجه اللي ممكن تختصر دمجها والحاجه اللي مظبوطه منظم حلك كويس، وارد جدا ان انت شخصيا وانت بتطلع الترانزيشنز من على الرسمه
سي مثلا انك بتعمل تايمينج تشارت وعايز تلف ورا الرسمه بتاعتك ممكن تغلط. طب فانت يعني بتتجنب الموضوع ده بايه؟ بانك من البدايه تتعلم ازاي تضغط على قد ما تقدر الانبوتس في ايه باستخدام الدونت كير. طب خلينا نراجع كده، لو كان الانبوتس وليكن على وصفر واحد وواحد صفر وواحد واحد، فاكرين دول كان ممكن اضغطهم في ايه؟ دي 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 دالتها ايه؟ من الاخر ما يهمنيش ايا كان الانبوت ايه، انا هروح للستيت الفلانيه تمام، وبالتالي اقدر اشيل دول كلهم واحط الدي دي. لو جاي لك ان الاربعه الستيت رايحه في كل الاحوال لستيت تاني، لكن مش موجود هنا عندنا كده. يبقى احنا خلصنا رقم سي، عملنا الستيت ترانزيشن دايجرام، ده في بروبلم رقم 2. بروبلم رقم 3 قريبه جدا منها، لكن في ملاحظتين مختلفين لكن نفس اسلوب الحل بالظبط، فتقدر تعتبرها ان هي مراجعه تاني. لو انت فاهم ديت هتفهم بروبلم رقم 2 بسهوله، 3 بسهوله شويه في الكومبيناشنال سيركتس. حلو، وده كان فعلا كان نفسي اول حاجه تقع عينيكم عليها الباشمهندس قالوا ان دوت دي فليب فلوب وده تي فليب فلوب، وافترض كده في الامتحان برضو ان اول حاجه عينك تقع عليها نوع الفليب فلوب اللي شغال. طيب ده اختلاف اولي بالنسبه للاف. الانبوت داخل في المعادله بتاعتي، وبالتالي الاوتبوت بتاعي اللي هو الاف ديبندنت على الانبوت بتاعي اللي هو الاكس مع الستيت فاريبل اللي هو الكيو نود. طيب خلينا قبل ما نعم التي دوت هنشوف وضعه ايه دلوقتي. قبل ما نبتدي نشتغل في اي حاجه يا جماعه لازم نحط الكي بتاعنا كريمايندر لينا، حاجه تفكرنا بايه الستيت فاريبلز وايه الانبوتس اللي داخله على السيستم. ايه الستيت فاريبلز لينا يا جماعه؟ فكروا شويه. ايه القيم المتخزنه في الذاكره دلوقتي؟ هم اللي موجودين هنا دايما هم اللي في الستيت فاريبلز يا جماعه. تمام، الكيو 1 والكيو نود دول القيم المخزنه في الذاكره بتاعتك في الدي فليب فلوب. طيب الانبوتس اللي داخله على السيستم، الانبوتس اللي جايه من بره اكس وواي. طيب يبقى بناء على قيم الاكس والواي وعلى القيم اللي مخزنه في الذاكره الكيو 1 والكيو نود هتقدر توصل لقيم كيو 1 نيكست وكيو نود نيكست. دي الحاله اللي ايه اللي هيبقى عليها الدور. ماشي كده، يبقى احنا ايه الى حد ما عندنا تصور المساله دي المفروض انها تمشي ازاي. الجزء دوت طبعا زي اساينمنت 4 هتعمله، الكيو 1 الكيو نود نيكست بيساوي الدي نود، وتبدا طبعا تختصر المعادله والكلام ده كله لحد ما توصل للعلاقه اللي بتوصف المعادله ديت. هتطلع اكس واي بلس كيو 1 كيو نود بار بلس في اكس واي بلس كيو 1 كيو نود اكس بار واي. ديت المعادله اللي بتقدر تحسب لك وارث هو حسب الديزاين اللي هو عامله. دبليو فين الدبليو؟ هو ما فيش هنا دبليو، ما فيش انبوت اسمه دبليو. مختلف تماما، هو ما بيحصلش في الديزاين. ليه؟ لان هنا الانبوت اللي داخل تماما ده هيبقى مؤثر على الاوتبوت بس. قصدك يعني تمام، هتحطيه مع الانبوتس عادي، هتحطيه مع الانبوتس بس يعني ما بتحصلش دايما بنستغل الانبوتس هنا مع ده مع ده. هتحطيه مع الانبوتس تمام. لاحظ حضرتك ان انا ممكن اقول، ممكن عشان افسر لحضرتك النقطه ديت، لو انا قلت لحضرتك مثلا ان المعادله اف معادله الجبرا يعني تمام بتساوي اي نود اكس 1 بلس اي 1 اكس 2 تمام. المعادله ديت اي نود ده معامل واي 1 ده معامل واكس 1 واكس 2 دول فاريبلز. تخيل حضرتك لو المعامل دوت بصفر، لو المعامل ده بصفر ما بقتش ديبندنت على الاكس 2 رغم ان هي فانكشن في اكس 1 واكس 2، بس لما يكون المعامل ده بصفر شال الجزء دوت تمام. هي نفس الفكره كده، هيبقى ايه ديبندنت على عليك انبوت بس مش مؤثر في الستيت ترانزيشن تمام يعني، بس ما بنستخدمهاش الحالات دي كتير. طيب كيو 1 نيكست بيساوي عايز كنتوا تساعدونا في كيو 1 نيكست دي، خلينا نكتب الجنرال رول بتاعتها قبل ما نكتب المعادله عشان دي ممكن يحصل فيها غلط. المعادله العامه بتاعت الفليب فلوب بايه؟ تي اكس اور مع الكيو الحاليه اللي هي الكيو 1 صح كده؟ تي ده بقى اللي هو مين؟ اللي هو مفكوك كل الكلام ده هوت صح؟ تمام. هيطلع المعادله بتاعتنا اللي هي بتمثل الكيو 1 نيكست قيمتها بتساوي كيو 1 كيو نود زائد كيو 1 اكس بار بلس كيو 1 بار كيو نود بار. ديت المعادله اللي بتمثل كيو 1 نيكست. طيب بالنسبه للاف، الاف بتاعتنا هتبقى قيمتها ايه؟
ها ايه يا جماعه؟ اكس اور ها مع الكيو نوت بار دي الكيو ان دي النيجيشن بتاع ديت دايما دي معكوس دي تمام. طيب كده يبقى احنا ايه جبنا الاف بتاعتنا بدلاله المعادلات ديت اقدر اعمل التيبل وبدلاله التيبل اقدر اعمل الستيت ترانزيشن دايجرام. طيب يلا خلينا ايه نعملهم اكسرسايز برضه. الجدول بتاعنا يبقى فيه ايه طلب مني البريزنت ستيت نيكست ستيت تيبل واداك الحاجات بتاعته. ها الايه المساله الاولانيه هنرجع لها في الاخر بس هي جزء كومبيناشنال فانا عايز اخد الجزء السيكوينشال الاولويه للسيكوينشال لان ده هو التارجت بتاع اللي بعد المتر ديت كومبيناشنال تمام فمع حته سيكوينشال فيعني ايه الاساس لازم يبقى قوي عشان نخش لها مش صعبه. طيب عايزين بقى نبقى اسرع شويه واحنا بنحل الحاجات ديت يا جماعه نشوف كده هنقدر ايه نعملها بسرعه ولا لا. المعادله بتاعه الكيو نود نيكست هتكون بواحد امتى؟ بتقول لي هتكون بواحد امتى؟ لما الاكس والواي الاثنين بواحد يعني هنا وهنا وهكذا. طيب ديت معادله ايه الكيو نود نيكست هتكون بواحد هنا وهنا وهنا وهنا. طيب وهتكون بواحد في حالة الكيو واحد بواحد والكيو نود بصفر، الكيو واحد بواحد والكيو نود بصفر وكمان الاكس والواي الاثنين بصفار، في الحالة ديت الكيو نود هتكون كيو واحد والكيو نود الاثنين بواحد والاكس بصفر والواي بواحد، يبقى هنا في الحالة ديت اللي هي رقم اثنين وهحط مربع كده عشان بس ايه ما تلخبطش بعد كده ان الاماكن المكان دي محجوز دي رقم اثنين. تمام؟ طيب لا لا لسه ما اعرفش يبقى خلصنا؟ اه تمام كويس يبقى احنا كده ضمناها صفر ولا مربع ولا بتاع. طيب اللي بعده هتكون الكيو واحد نيكست بواحد لما الكيو واحد وكيو نود الاثنين بواحد في الحاله ديت الكيو واحد نيكست هتكون بواحد في الاربع حالات. طيب نمسك دي شكلها سهله الكيو واحد والكيو نود لو الاثنين بصفار الكيو واحد نيكست هتكون بواحد لما تكون الكيو واحد بواحد والاكس بصفر الكيو واحد بواحد والاكس بصفر الاكس بصفر فين هنا والاكس بصفر هنا. طيب يبقى دي لما يكون لما الشرطين دول يتحققوا مع بعض ايه اللي يحصل هتكون الكيو واحد بتاعتك بواحد دي احنا عاملينها والباقي يتحط بصفار. طيب كده يبقى احنا ايه غطينا الاحتمالات بتاعه المعادله كلها. الاف هتكون بواحد امتى؟ لما الاكس بواحد الاكس بواحد طب الاكس بواحد فين؟ هنا وهنا مبدئيا يعني والاكس بواحد هنا وهنا اخر اتنين دايما صح؟ اخر اتنين دايما. طب ليه اخر اتنين دايما؟ هي اكس دي تمثل ايه يا جماعه؟ خانة الاثنينات صح؟ يبقى رقم 2 و3 هم اللي فيهم الاكس بوحيد، لذلك هتلاقي 2 و3 هنا، 2 و3 هنا، 2 و3، 2 و3، صح؟ ماشي. الكيو نود هتكون بصفر فين؟ تمام؟ طيب، والباقي هيبقى بكام؟ دلوقتي أنا عندي ملاحظة وعايزكم عايز لكم يعني تبرير أو نفي. هل احنا غلطنا لما طلعنا الاف كلها بوحيد؟ ها اف هل كده يعني معناها ان الاف معتمد على الكيو واحد والكيو نود بس؟ لا ما انت لو كملت نظرك لتحت هتلاقي ان في المربع اللي بعديه مره كانت بصفر لاول احتمالين مع اثنين انبوت ومره كانت بواحد مع الاثنين انبوت اللي بعديهم عادي جدا تمام؟ فهي صدفه بس تصادف ان هي كانت بايه بوحيد في اول اربعه تمام؟ طيب يبقى احنا كده عملنا البريزنت ستيت نيكست ستيت اوتبوت تيبل هنعمل ايه الستيت ترانزيشن دايجرام بتاع التيبل دهوت احنا عملنا الكي فالمفروض ان احنا ايه
الكلام ده تحصيل حاصل. يعني الكي بتاعنا ناسين بس في ايه؟ ناسين في الاف، الاف هنا. معايا بقى الناس عشان الجزء دوت مكرر، عايزين نخلصه بسرعه. انا هعتمد عليكم دلوقتي. صفر وصفر وجاي لي انبوت صفر صفر، اروح لفين؟ صفر صفر وجاي لي انبوت صفر صفر، هروح لايه؟ لواحد صفر. طب والاوتبوت احطه فين يا جماعه؟ تحت الصفرين. احط كام؟ كويس، يبقى تحت الصفرين هحط الاوتبوت بتاعي اللي هو واحد. طيب لو جاي لي انبوت صفر واحد هروح لفين؟ لبرضه لواحد صفر، صح؟ والاوتبوت طلع كام؟ واحد. الاف بتعتمد على الكينوت، صح؟ ما هو بتعتمد على الاكس، الدبليو والاكس، او على الاكس والواي، على الانبوتس كمان. هي دلاله وضع الاف تحت الاكس والواي ايه؟ انك عشان تعرف الاف لازم تعرف الاكس والواي وكمان الكي واحد والكي نوت. يعني انت اصلا عمرك ما هتوصل للنقطه دي وتطلع من الدايره الا ما تكون مريت على الكي واحد والكي نوت، وبالمره بقى الاكس والواي، تمام؟ فانت بادئ من ناحيه الدايره وخارج يعني. طيب لو صفر وصفر وداخل ليا واحد وصفر هروح لفين؟ هروح لواحد وصفر برضو، والاوتبوت هيفضل واحد برضو. طيب لو داخل ليا انبوت واحد وواحد هروح لفين؟ لواحد وواحد، والاوتبوت بتاعنا هيبقى واحد. لو داخل ليا، لو انا عند صفر وواحد وداخل ليا صفر وصفر هروح لصفر وصفر، والاوتبوت بتاعنا هيبقى صفر. لو داخل ليا صفر وواحد الاوتبوت كان صفر وهروح لصفر وصفر. لو داخل ليا واحد وصفر نفس الكلام هروح لصفر وصفر، والاوتبوت بتاعنا المره دي هيبقى بواحد. لو دخل ليا واحد وواحد هروح لصفر وواحد اللي هي مين؟ نفسها صفر وواحد، والاوتبوت بتاعنا بواحد. صح كده يا جماعه؟ انتوا معانا ولا الناس وقعت؟ اللي في الجدول بنقله على الرسم. طيب بعد كده واحد وصفر وجاي لي انبوت صفر وصفر هروح لواحد وواحد، الاوتبوت كان كام؟ الاوتبوت بواحد. واحد وصفر وجاي لي انبوت صفر واحد هروح لفين؟ لنفسي. هو الجدول بيقول كده. واحد وصفر وجاي لي انبوت واحد وصفر هروح لفين؟ لصفر وصفر. الناس مركزه ولا سرحنا؟ لو جاي لي انبوت واحد واحد هروح لفين؟ لصفر وواحد، والاوتبوت هيبقى بواحد. اخر حاجه لو واحد وواحد وجاي لي انبوت صفر وصفر هروح لفين؟ هروح لفين؟ لا مش هقولها دي، انتوا المفروض معايا. هروح لفين؟ انا عند واحد وواحد وجاي لي انبوت صفر وصفر هروح لواحد وصفر، والاوتبوت بكام؟ بصفر. عند واحد واحد وجاي لي انبوت صفر وواحد هروح لفين؟ لنفسها يعني، والاوتبوت بكام؟ بصفر. عند واحد وواحد وجاي لي انبوت واحد وصفر هروح لفين؟ لواحد وصفر، والاوتبوت بكام؟ بواحد. عند واحد وواحد وجاي لي انبوت واحد وواحد هروح لفين؟ الايه؟ انا عند واحد وواحد جاي لي انبوت واحد وصفر هروح لواحد وصفر، تمام؟ وواحد تحتيه الايه؟ تمام. وجاي لي انبوت واحد وصفر هروح، تمام كويس انك مركز. وجاي لي انبوت واحد وصفر هروح لواحد وصفر. لو جاي لي واحد وواحد هروح لواحد واحد وواحد هروح لواحد واحد. طب كنا نكتشفها ازاي بقى بما اننا كنا غلطنا يعني؟ فنشوف كان في طريقه نكتشفها ولا لا. لو احنا كنا غلطنا يا جماعه ونقلنا الواحد والصفر ده تحت كده، ها، اول حاله انت المفروض لما بتراجع بقى بتتشك على ايه؟ ان كل ستيتمنت عندك خارج منها عدد من الانبوتس اربعه، فكنت هتتشك والله خرج هنا واحد وواحد، خرج هنا صفر وواحد، خرج من هنا صفر وصفر. وكنت طبعا لو في الحاله القديمه كنت هتلاقي ديت ممسوحه، كنت هتلاقي ان خرج منها ثلاثه، تمام؟ فبالتالي كده ديت كان هيبقى غلط. طيب نراجع كده. الستيت بتاعتنا واحد وصفر، خارج منها واحد وصفر، صفر واحد، صفر صفر، واحد وصفر. الستيت بتاعتنا اللي هي واحد وواحد، خارج منها صفر واحد، واحد واحد، صفر صفر، واحد صفر. نمسحها من تحت، تمام. بس كده في حاجه ناقصه. صفر واحد. طيب فين الصفر صفر لما يدخل على الانبوت ده؟ هيروح هنا، وواحد وصفر،
صفر واحد 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 تمام. الانبوتس بتوع دي ادي صفر واحد 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 صفر. فين بقى الصفر صفر لما يدخل على الانبوت دوت؟ صفر صفر لما يخش على واحد صفر يروح لواحد واحد، لما يخش على واحد صفر انبوت صفر صفر هيروح لواحد واحد تمام موجود. يبقى احنا كده ايه عملنا اللي تشيك ان كل الاحتمالات بتاعتها موجوده. من الاخر كل ستيت خارج منها عدد من الانبوتس بيساوي 4. طيب كده يبقى احنا ظبطنا الستيت ترانزيشن دايجرام وطلعنا النتائج بتاعتنا. طب لو عايزين نختصر، لو حابب يعني ركز عشان ممكن نغلط هنا، لو عايزين نختصر الاثنين دول مع بعض، صفر ودي على صفر، صفر ودي على صفر. ها لو الاوتبوت مختلف مش هتعرف، مش هتعرف لو اوتبوت مختلف مش هتعرف. طيب صفر وصفر وصفر وواحد، صفر ودي على واحد. طيب طيب وواحد صفر على واحد بقى. لا لو الاوت مختلف مش هقدر ادمجهم مع بعض، لو الاوت اختلف مش هعرف ادمجهم مع بعض. طيب اللي تحت ديت هل اقدر ادمجهم دول؟ دي المثال اللي حضرتك بتقصدك عليه. ها ده كان ممكن ادمجه دي صفر لو مفيش اوت، بس الاوت اختلف فكده هتبوظ الدنيا لو دمجته. طيب هنا ها ينفع؟ طيب خلاص كده احنا ايه كل اللي ينفع عملناه. كده يبقى احنا عملنا الايه الستيت ترانزيشن دايجرام بتاع بروبلم 3. نيجي بقى لايه؟ للبروبلم رقم واحد. ده اخر بروبلم عندنا النهارده في الاسايمنت، واظن ان هي اسهلهم بس محتاجه ان احنا نركز شويه في الستيبس اللي هنمشيها. امتي فانكشن ريجستر، ريجستر متعدد الوظائف يوزنج ذا فولوينج فانكشن. من الاخر هو عايزك تصمم له الريجستر ده شكل من اشكال الميموري يا جماعه، ذاكره في الاول وفي الاخر. احنا اتعلمنا الدي فليب فلوب والاس ار والكلام ده كله ليه؟ عشان نقدر نصمم ذاكره 1 بت. طيب لو عندك ذاكره 4 بت حط 4 من ده جنب بعض، من الدي فليب فلوب جنب بعض، عندك ذاكره اكبر تقدر ايه تزود زي ما انت عايز. يبقى انت كان المشكله بس لو عرفت تصمم السيل الاساسيه. طيب الريجستر بتاعنا دهوت في الفانكشنز التاليه، عايزك الريجستر بتاعك يبقى فيه اكتر من وظيفه. الوظيفه رقم 00 انه يحتفظ بايا كانت القيم اللي فيه، وليكن هنفترض ان الريجستر بتاعنا دوت 4 بت، وبالتالي ايا كانت الكيوهات اللي هو مخزنها كيو 3 كيو 2 كيو 1 كيو نود، يبقى في امكانيه ان هو يحتفظ بالقيم ديت لما اديله الانبوت بتاعك صفر وصفر، سميهم اي حاجه انت عايزها، ممكن نسميه ام 1 وام نود مثلا. طيب لو اديته الانبوت بتاعنا صفر وواحد هو اللي بيحدد لي الوظائف دي وانا بحاول اعملها، عايز يعمل عمليه اسمها بارلل لود. بارل اللود ده ببساطه انه بيعمل ايه؟ انك بتدخل له انبوت داتا وليكن اسمها انبوت 3 انبوت 2 انبوت 1 انبوت نود، وبتقول له عايزك تخزن لي الداتا ديت في الذاكره. فببساطه بتروح تقول له حط اعمل لي الوظيفه رقم 1، الوظيفه رقم 1 ديت اللي هي ان انا بديك 0 و1 وبديك قيمه داتا معينه ايا كانت الداتا اللي انت عايز تخزنها ديت ايه، وبتيجي الكلوك مع الوظيفه بيروح رايح مخزن لك الداتا زي ما هي كده في الايه؟ في الريجستر بتاعك. بعد كده الوظيفة رقم 3 اسمها شيفت ليفت شيفت ليفت شيفت ليفت ديت حد عنده تخمين ممكن تكون بتشتغل ازاي؟ بتزق ناحية الداتا ناحية الشمال، يعني الداتا بتاعتك هي لو عايز تزقها ناحية الشمال ده هيجي هنا ده هيجي هنا ده هيجي هنا، أمال آخر واحدة ده هيحصل له إيه؟ هيطير. آخر واحدة أنت زقيت الداتا ناحية الشمال وهم 4 بت، آخر حاجة ناحية الشمال هتروح فين؟ طارت، وبالتالي الداتا الجديده هتبقى 0 1 0. طب الداتا اللي هتخش بقى هنا هتبقى قيمتها كام؟ زي ما انت عايز بقى. فده بيديك انبوت لها لما تعمل شيفت ليفت، لو عايز تدخل انبوت ولا حاجه بيدخل لك الانبوت ده اللي هو اللي انت مدخله زي ما تحب، عايز تخليه 1 ماشي، عايز تخليه 0 براحتك، انت بس بتحط له القيمه اللي انت حابب انها تخش. يبقى من الاخر انت بتعمل ايه؟ بتزق الداتا كده كلها ناحيه الشمال وتدخل قيمه جديده من اقصى اليمين مكان الحاجه القيمه اللي اتشالت من على الشمال. طيب يبقى احنا دي الوظيفه رقم 3 شيفت ليفت. بالمثل لو انا عايز اعمل شيفت رايت كان ايه اللي هيختلف؟ كنت هزق الداتا كلها ناحيه اليمين واول حاجه من ناحيه الشمال كنت من ناحيه انا زق الداتا ناحيه اليمين يبقى هدخل الانبوت من ناحيه الشمال وبالتالي كنت هدخل القيمه اللي جايه، كنا عاده بقى بنسميها شيفت رايت انبوت. تمام نفس الكونسبت. طيب روتيت رايت اللي هي الوظيفه رقم 3، روتيت رايت دي تفتكروا يكون عايز يعمل ايه؟
شبه اللي بتبقى في الافراح قوي والحاجات عيد الميلاد والكلام دهوت، ان هو يعمل لك حاجه تقعد تلف كده وترجع تاني، بيعملوا باترنز كده تظهر وتيجي. بمعنى ايه؟ دلوقتي 1-0 1-0، لو انا عايز هي نفس فكره الشيفت بالظبط، ان انا بزق الداتا ناحيه اليمين بس اللي على اقصى اليمين ده مش بتحذفه، امال بتعمل فيه ايه؟ بتلففه، تروتيت يعني يدور او يلف، وتدخله كانبوت من تاني، تمام؟ فالداتا ديت لو احنا هنعمل لها روتيت رايت هتبقى عامله ازاي؟ مبدئيا ده هيروح هنا، ده هيروح هنا، ده هيروح هنا، واللي على ناحيه اليمين خالص دهوت هيلف تاني ويرجع يدخل في البوزيشن رقم واحد. فالداتا الجديده هتبقى عامله ازاي؟ ادي الواحد بقى هنا 0 1، والصفر ده لف ورجع كده، تمام؟ طيب اكيد شفتوا حاجات زي كده، كلمه مثلا تتحرك، حاجات زي كده. ايه دي؟ متمم واحد؟ لا مش بالضروره خالص، صدفه انا عشان مختار رقم كده. لا ما بتعملش اوبريشنال ماثيكال يعني هنا في الشيفت دي. لو عايز تقول يعني ممكن تقول الروتيت رايت مكافئ للاسم على 2، تمام؟ ان انت بتزق الداتا بس يعني مش بالساين بقى، ان هي رقم يبقى موجب وتزق الرقم والايه والساين ممكن يبوظ لك الساين وهو بيرجع، فيعني تحاول تشوف موضوع الساين ده تظبطه. الايه؟ البارل اللود ده من اسمه، بارل